الفترة دي في إعلانات وعروض وهمية لعقارات وقطع أراضي بأسعار رخيصة وطرق سددها سهلة جدا، لكن في شوية نصايح قانونية كده لازم تعرفها لو هتشتري شقة أو أي عقار جديد. أهم حاجة لازم تعملها هي إنك تعين قبل ما تتعايد على أي حاجة وتتأكد من سلامة التراخيص وإن مفيش أي ديون أو أي مخالفات من أي نوع. بالإضافة كمان لشوية نصايح قانونية كده مهمة لازم تعملها، وعادي انك تاخد معاك محامي كمان عشان تبقى مراجعة بنود العقود سليمة وما فيهاش اي شكوك. ولازم العقد يكون فيه كل البيانات بتاعتك وبتاعت البايع وكل حاجة تخص تفاصيل العقار من مساحة وغيرها، والفلوس اللي اتدفعت وطرق السداد اللي اتفقتوا عليها سواء كانت نقد او تقسيط، وتحديد موقع العقار بالتفصيل وتاريخ وارقام التراخيص الخاصة بالعقار وبيان تفصيلي عن كيفية تملك البائع للعقار، ولو كان في ورثة فلازم ذكر رقم وتاريخ وثيقة اعلام الورثة الصادر عن المحكمة. ولازم تتأكد من تسجيل اقرار للبائع بعدم وجود اي عيوب وخلو العقار من اي ضرائب للدولة او اي ديون. ولازم تتأكد من تسلمك كافة العقود والسندات الملكية من البائع.